اجتماع دوري للنواب المنصرفين معناتها كان من الطبيعي انه مشتد عليه قبل كل شيء مسألة تدهور الوضع الإعلامي اليوم في تونس. نعرفوا اليوم تم يعني استنطاق صاحب قناة حوار السيد طاهر بالحسين، وآخر المعلومات اللي عندنا هو أنه تم نقله من فرقة مكافحة الإجرام بالبرجاني إلى المحكمة باش يستمع له قاضي التحقيق. احنا اليوم نعتبره أنه هذه خطوة تصعيدية من حكومة الفشل في مواجهة الأصوات الحرة. نحن اليوم نعتبره أنه الهدف الوحيد اللي تحقق من هدف الثورة اللي هو حرية الإعلام وحرية التعبير، والمكسب هذا يتحقق بفضل نضالات الشعب التونسي، ولكن ايضا بفضل صمود الاعلاميين التوانسه اليوم اللي نحبوا نحييهم ونعبروا لهم على تضامننا، مش فقط تضامننا مع قناه الحوار التونسي، ولكن ايضا مع الصحفي سفيان بن فرحات اللي اخر الاخبار اللي جاتنا انه حول اضراب الجوع نتاعو بمقر شمس افام الى اضراب وحشي. اليوم هذا يتزامن مع اطار تام يتعلق ايضا بالتعيينات على راس المؤسسات الاعلاميه العموميه بشكل احادي من طرف حكومه الفشل. نحن نعتبر هذه اخر القرارات اللي قاعده تتخذ فيها هذه الحكومه الفاشله من اجل تكميم الافواه، ولكن كلنا ثقه في صمود الاعلاميين التوانسه، ونحن كنواب منتخبون نعتبر اننا على ذمه الساحة الإعلامية في كل التحركات النضالية من أجل الحفاظ على هذا الهدف اللي هو الحفاظ على حرية التعبير وحرية الإعلام في تونس بعد 14 جانفي. اثنين، نعلن أيضا على تحيتنا لكل المواطنين الذين جاءوا بعشرات الألاف تلبية لنداء جبهة الإنقاذ ولنداء النواب المنسحبين ولحركة التيار الشعبي ولعائلة الشهيد محمد إبراهيمي لإحياء أربعينية الشهيد، وكان الحضور الكبير والشعبي نقطة تزيد من حماسنا، ونحن نواصل اعتصامنا ونواصل تحركاتنا النضالية ومواصلون في هذا الطريق، ولن نتراجع عليه، وسنتخذ الكثير من الإجراءات في الأيام المقبلة. ونعلن اليوم على بعض راديو عن يعبر عن الاعتصام، هو راديو الرحيل، وهو راديو على الانترنت عنوانه راديو رحيل فوانات. هذا سوف يكون صوت الاعتصام وصوت النواب المنسحبين وصوت جبهة الإنقاذ وصوتنا جميعا من أجل أن ندعم التحركات الشعبية، ولكن أيضا من أجل دعم الساحة الإعلامية اليوم في الهجمة اللي قاعدة تداول في ما وصلت إليه المشاورات اللي عقدوها وفد من النواب المنسحبين اليوم مع اثنين من المنظمات الراعية للحوار الوطني اللي هما الاتحاد العام التونسي للشغل. وصار اليوم لقاء بين النواب المنسحبين والسيد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد حسين العباسي، وصار أيضا لقاء ثاني بين النواب المنسحبين والسيد وداد بوشماوي رئيس الاتحاد الوطني للصناعة والتجارة. جوهر اللقاءات كان حول استفسار النواب المنسحبين حول ما وصلت إليه المشاورات بين المنظمات الراعية المنظمات الأربعة والأطراف السياسية سواء من الترويكا أو من المعارضة، وأيضا التباحث في سبل تفعيل هذه المبادرة الوطنية اللي حملتها الأطراف الراعية المنظمات الأربعة وطريقة تفعيلها سواء من ناحية التوقيت والجدول الزمني سواء من الإجراءات القانونية اللي يمكن تؤدي إلى تفعيل هذه المبادرة. وإصرارنا كنواب منسحبين على نقطتين أهم مهمتين في هذه المبادرة: أولا استقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بترأسها شخصية مستقلة، وإنهاء أشغال المجلس الوطني التأسيسي. هذوما يعني كانوا جوهر اللقاء بين النواب المنسحبين والاطراف الراعيه. اثنين، النواب المنسحبين يأكدوا مره اخرى على مساندتهم لجبهه الانقاذ في كل ما تتخذه من اجراءات تصعيديه اليوم في مواجهه اصرار حكومه الفشل، حكومه السيد علي العريض، في التعنت في عدم التفاعل مع الواقع السياسي الجديد الذي فرضته التحركات الشعبية في تواريخ 6 أوت و 13 أوت 7 سبتمبر وغيرها من التحركات اللي تعرفها الجهات، واللي اليوم
اليوم معناتها فما معناتها إصرار من الحكومة على التعنت وعدم التفاعل مع هذا الواقع السياسي الجديد ومع تغيير الموازين القوى على المستوى الشعبي. هذا اليوم نحب نأكدوا كانوا منسحبين اللي احنا في صف واحد مع جبهة الإنقاذ من أجل كل تفعيل كل التحركات الشعبية اللي تؤدي إلى تنفيذ أهداف اعتصام الرحيل والأرضية اللي قامت عليها جبهة الإنقاذ. اثنين، عبرنا أيضا عن انشغالنا واستياءنا الشديد مما عبرت عليه بعض نقابات الأمن مما يحدث فيما يخص القضايا الإرهاب، فيما يخص القضايا الأمنية، واللي فيه تدخل واضح للسلطة السياسية فيما يتعارض مع أبسط قواعد العمل الأمني اللي تنجم تقوم عليه الدولة والتعامل مع القضايا الأمنية من وجهة نظر الجمهورية، مما يؤسس لأمن جمهوري، الأمر اللي هو اليوم غير موجود البتة. أيضا فيما يخص مبادرة بعض الزملاء في ما يخص الدخول في إضراب عن التعار بعد التداول في هذا الموضوع، وتلبية لطلب واضح وصريح قامت به الأخت وداد بوشماوي للزملاء هذوما بتأجيل الدخول في هذا الإضراب وإعطاء فرصة لمزيد العمل على تفعيل المبادرة قبل الوصول إلى هذه الخطوة التصعيدية. أيضا زملاء النواب استمعوا إلى هذا النداء وبحضورنا الكل تم اتخاذ قرار تأجيل هذا الإضراب في انتظار المزيد من التنسيق والمزيد من وضع خطة واضحة ومنسقة مع جبهة الإنقاذ ومع باقي الأطراف في إطار التصعيد المقبل. النقطة الأخيرة اللي باش نختم بها، اليوم زملائنا أعضاء مكتب المجلس الوطني التأسيسي تلقاوا دعوة لحضور اجتماع لمكتب المجلس الوطني التأسيسي غدوة على الساعة 11. نحب نقولوا إنه زملائنا وبعد التباحث في الموضوع قرروا رفض المشاركة في هذا الاجتماع ويواصلون انسحابهم من المجلس ومقاطعتهم في اجتماعات المكتب.